يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من المسلمين ناقش نصرانيا فسب النصراني محمدا صلى الله عليه وسلم، فقام المسلم فسب عيسى عليه السلام لإغاظة النصراني جاهلا أن هذا كفر. نعوذ بالله. فهل يعذر بجهله وماذا عليه؟ إذا كان جاهلا يبين له، يبين له أن هذا لو كان قاصدا له ومتعمدا له كفر، ولكن الجهل يدرأ عنه الكفر حتى يبين له، فلا يجوز سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.